السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، عملية الهدم متواصلة، وكما كتشوفوا معنا هذا الاتجاه هذا علموا فيه الناس، هذا اللي تابع للملحقة الإدارية الثامنة. كما كتشوفوا معنا عملية الهدم متواصلة اليوم كنظن 10 من رمضان، فالعملية غادي تستمر، يعني ما كاينش توقف. بالنسبه للناس اللي كيريبوا حاليا، فكاينين الناس اللي دايرين القرعه، وكانوا ناس مجموعه من الاسر اللي ما كانوش دايرين القرعه راه داروها في هذا الاسبوع، راه بداو في الاجراءات ديالهم فيما يتعلق بالاجراءات وتسويه الوضعيه القانونيه والماليه. فالوجهه واحده، الشباك الوحيد اتجاه المسيره واحد جنبات الملحقه الاداريه الثانيه. فكما كيعرف الجميع الارقام وصلت ل 5000 براكه، والمرحله حاليا وكل التركيز على النقطه ديال جامايكا ودوار الصاد. دوار الصاد اللي في نفس الوقت عمليه الهدم مستمره فيه، واللي تقريبا وصلت ازيد من 600 براكه دوار الصاد بوحدو. اما بخصوص جامايكا فربما مع هذه الايام، مع توالي الايام، فغادي نشوفوا مجموعه من التغييرات، غنشوفوا امور اللي ربما غادي نشوفوا فيها مجموعه من الارقام اللي غتعطينا مجموعه من المعطيات. فالناس راه كيخرجوا الرحيل ديالهم، كما كتشوفوا هنا رجال القوات المساعده، نشوفوا كذلك في بعض النقاط رجال الامن كذلك. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على القرعة، فالقرعة مازال غادي تكون إن شاء الله، القرعة مازال غادي تكون في الملحقة الإدارية الثامنة والثالثة والثانية والأولى، يعني مجموعة من الملحقات اللي مازال غادي تكون فيهم العملية ديال الهدم. كما كتشوفوا معنا أن الناس عاوتاني كيخرجوا الحويجات ديالهم، يعني هذا الشارع هذا غادي يعرف حتى هو تغييرات كبيرة. عملية الهدم دازت في هذه النقطة هذه، فكنحاولوا ما امكن نقربوكم من اخر المستجدات المتعلقه بالعمليه ديال الهدم. كنشوفوا الملحقه الاداريه الثالثه والثامنه، يعني اذا دازت الامور يعني ديال الهدم هنا، فغادي نشوفوا تغييرات كبيره ان شاء الله. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، وكنتمنوا من الله الاخذ بعين الاعتبار. كاين اسر مساكن اللي ما عندهمش باش يخلصوا، كاين اللي ما عنده ما يقدم ما يوخر، كاين الناس اللي مشاو يقلبوا على الكرا ما لقاوش. فنتمنوا من الله، نتمنوا من الله ان الامور تمشي مزيان، نتمنوا من الله الامور تمشي مزيان وتمشي بخير. فكما كتشوفوا ارقام كبيره هنايا عند الملحقه الاداريه الثالثه من ناحيه عمليه الهدم، كذلك ومثال بالنسبه للملحقه الاداريه الثامنه. فكما شفنا يوم امس، شفنا مجموعة من القياد اللي دخلوا لجامايكا واللي وقفوا العملية رفقة قائد الملحقة الإدارية الثامنة الأخ عفيفي. فانتم كتشوفوا من هنا بداو كيبانوا العمارات، بداو كيبانوا الديور اللي كاينين في الوسط ديال الدوار، أكيد تغييرات كبيرة غادي تكون إن شاء الله. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع دائما. بالنسبة للنقطة المتعلقة بتسليم الشقق، فتسليم الشقق مستمر على السيكتور 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و1 في مشروع البساتين. كاينين الملفات اللي باقي ما وجدتش اليوم الكريدي ديالهم، فالكل ينتظر الملفات انها تسرع في الوتيرة ديالها فيما يتعلق بالناس ديال الكريدي. اما بالنسبة للناس ديال الكاش، فراه دخلوا من السيكتور 1 حتى السيكتور 8، اي واحد يخلص الكاش من السيكتور 1 للسيكتور 8 فكيدخل مباشره للشقه ديالو. كما كتشوفوا معنا عمليه الهدم هنا في شارع مولاي علي الشريف، طلعه ديال الشيخ الضاوي، مجموعه من التغييرات كاينين هنايا. كنشوفوا هنا رجال القوات المساعده، كما
كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام دائما من الجنبات ديال جامايكا، فكنشوفوا ان كاين عمليه الهدم كذلك هنا في الجنبات ديال صيدليه ابن النفيس كما كتشوفوا الناس كيخرجوا الرحيل ديالهم، العمليه مستمره. نتمنى من الله التيسير يا ربي للناس اللي مساكن ما عندهمش، الناس اللي كيسابقوا الزمان حتى هما ان شاء الله باش يمشيوا يدخلوا الشقق ديالهم عما قريب. نشوف معنا عاوتاني عمليه الهدم، يعني كنشوفوا ان العمليه ديال الهدم ربما في الايام القليله القادمه او الاسابيع القادمه تعطينا تغييرات كبيرة، لأن الأرقام ارتفعت بواحد النسبة كبيرة وكبيرة بزاف. يعني مشات الأيام ديال جوج براكات 3 10، فاليوم ولينا كنشوفوا المئات ديال البراريك يوميا كيريبوا في تمارة. ملي كنهضروا على المئات فكنهضروا على واحد العدد اللي هو كبير واللي غيقدر يعطينا واحد النتيجة كبيرة في أقرب وقت. كما كتشوفوا معنا هنا في الجنب ديال المحطه ديال المرس الناس كيريبوا هنا، الناس كيريبوا هنايا كما كتشوفوا معنا. الملحقه الاداريه الثالثه والثامنه عمل كبير في الانتظار. هنا المسجد، المسجد بوحدو اللي بقى في هاد البلاصة. اليوم السبت وعملية الهدم كما كتشوفو متواصلة، الخدمة متواصلة من الحد حتى للحد، هذا هو اللي كاين. من خلال بعض المعطيات اللي توصلنا بها فكنشوفو أن تقريبا واحد 400 براكة اللي غادي تريب اليوم، 400 براكه. وراه ما نكذبش عليكم، راه عرفتوا ما كاينش الامكانيه ديال اننا يعني ناخذ صوره كامله للدوار. راه العمليه ديال الهدم كاينه في جميع النقاط، جميع النقاط. نتمنى من الله يصاوب الدراوش مساكن اللي ما عندهمش، هذا هو اللي كاين. كان ولا بدا من هذا النهار غادي يوصل، هذا هو اللي كاين. كان ولا بدا من هذا النهار غادي يوصل، ربما كتختلف الاوقات وكتختلف الازمنه وهذا. فهنا كنشوفوا الناس راه كيخرجوا الحويجات ديالهم. اللهم يسر للجميع، اللهم يسر للجميع، من جنبات مدرسة الموحدين.